ونبدأ على بركة الله. الميك اب توتوريال بتاعنا، الجو النهاردة جميل قوي في تونس والشمس مشرقة، فمش هستخدم فونديشن، هستخدم بس هحط السيروم والكريم الترطيب، وبعدين هحط سان بلوك، وتابعوا معايا باقي الستيبس. فأول ستيب معانا هرطب أو هحط السيروم ده من N7. صراحة بقالي كده أسبوع بستخدمه، هو المرطب بتاعه والكريم اللي حوالين العين. فحتى ماما لاحظت الفرق، لان لما كنت في تركيا كانت بشرتي متدمرة، مش عارفة هل من الستريس او مش عارفة حصل فيها ايه، فيها حبوب كتيرة كانت وتعبانة. فلما جيت المرة دي ماما لاحظت الفرق، بتقولي بشرتك متحسنة. وده يا جماعة كريم الترطيب من N7، طبعا هو للبشرة الجافة، ترطيبه قوي على حسب ما انا شفت، ريحته حلوة وبيعطي نضارة يعني، وبيعطي لمعة كمان للبشرة. تمام، فأنا بستخدم دول. بصوا أنا ما جبتش الرينج لايت بتاعتي، فعشان كده هتلاقوني حاطة الفلتر الخفيف ده عشان بس التصوير يكون حلو. وآخر ستيب معانا في تحضير البشرة يا حلوين هو السان بلوك ده من افان. تمام، عشان هنا الشمس، هو شمس من غير شمس اوعي تطلعي من غير حماية، لازم دايما تحطي سان بلوك على بشرتك. تمام، واساسا ده بيخلي البشرة كأنها بشرة بيبي، فحلو قوي. ومش هستخدم فونديشن، هو بس هكتفي بالكونسيلر. ندخل على التصحيح بقى، والخطوة اللي كلنا بنحبها عشان بتغطي لنا سواء عندك هالات سواد اي حاجة، اي عيب في البشرة او تحت العين بتغطيها لك، فهو الكونسيلر. وانا هستخدم الكونسيلر بتاع لوريال، احنا من زمان ده بستخدمه. هحطه بس كده يكون نفس لوني او اغمق سن سيكا. تمام، هغطي بيه الحاجات اللي انا عايزة اغطيها، وانا عندي اهم منطقة هي حوالين عيني. هو فول كفرج، تغطيته حلوة ومش تقيل على البشرة، فلتر، تحس ان هو فلتر. تمام، شوفوا وبيسحب العين، تحس ان هو بيسحب العين. بصوا هو للامانه والصراحه عشان ما اخبيش عليكم، وانا كان المفروض اقول لكم ان الستاب بتاعت الكونسيلر خلصت، بس لا انا بحب احط اتنين. هو لوريال مش محتاج ان انا احط معاه حاجه تانية، بس انا كده زياده تاكيد ان اللي تحت عيني كله راح، فهستخدم الكونسيلر ده من بي جي. تمام، هحط كده يعني كميه بسيطه خفيفه كده، شفتوا؟ وهو اساسا اغمق مني شويه، زياده تاكيد بس مش اكتر. انا شعري هيجنني، هعمل ايه؟ استنى هقول لكم هعمل ايه. هاخد الحزام بتاع الروب بتاعي وهعمله امسك بيه شعري من فوق. الله، مش هستنى انا شعره تنزل يمين، شعره تنزل شمال، شعره تنزل من فوق. والله العظيم كده احلى مليون الف مره. استنى، ايوه خالتي شويش. الجيش بيقول لك اتصرف. ايوه الله عليك يا شويش. كده بقى كل شعره تمسك مكانها وتلزم حدودها. ودلوقتي يا حلوين هثبت اللي تحت عيني ووشي باللوس باودر ده من لورا ميرسي، طبعا غنية عن التعريف عن التعريف عن التعريف. خفيف، بيعبي الخطوط، وهو شفاف اساسا. يعني تحاولي ان انت تحطي منه كمية بسيطة، تحطي كده كده. تمام، عشان ما يكتلش بس. قمر قمر يا اختي. مش هحط رموش، فهاخد اللوس باودر ده واحطه على رموشي كده.
الحركة دي بتقل المسكرة في الرموش، بتخليها تبان كثيفة وطويلة كده. دلوقتي يا حلوين هرسم حواجبي بقلم الحواجب ده من بنفيت رقم 4.5 الرفيع، في الرفيع وفي التاني، هرسمهم كله في الخفيف النهاردة، هعبي بس الفراغات وارسمهم بشكل طبيعي جدا. تمام، اول حاجة من قدام كده هعملهم شعرة شعرة، شايفين؟ دي بقى ميزة القلم ده، ان هو تقدري تتحكمي فيه وترسمي براحتك، ربنا يستر لعك الدنيا كده. شايفين بيعبي ازاي بشكل طبيعي؟ هكمل بقى ارسم الباقي. انا حاجتين معرفش اعملهم على الكاميرا، رسم حواجبي والبس الرموش واللانسز كمان. هنا بقى عندنا حتة فاضية نعبيها، وخلصنا رسمة الحواجب. بصوا حلوة صح؟ حلو. دلوقتي هعمل حركة بسيطة بتحلي العين، هاخد باليت هدى بيوتي وهاخد اللون ده، بصوا ده تحسوا البني المحروق ده، تمام، وهحطه على الزاوية بتاعت العين كده. وانا طبعا عيني ميزاني، اكتر ولا ما اكترش؟ تمام، وكده كده في الحقيقة باين اغمق من الكاميرا، شفتوا؟ هحطه كده بشكل عشوائي وبعدين هموهه، هتشوفوا هيبقى عامل ازاي. شفتوا ازاي بيحلي العين؟ والله الاضاءة كده احلى بكتير بمراحل. بصوا الحركة اللي قلت لكم عليها، دلوقتي هاخد اللون الاسود شوية بس وهحطه هنا، يعني كده كده تمام، وبحاول بطبطبة كده خفيفة بحركة دائرية أدمج. شفتوا؟ قالك وراء كل فتاة جميلة غرفة ضربها الإعصار. هكاك هذاك علشان تدخلوا في الدنيا، هذاك علشان دي مدينتي داخله بعض، وما انا فاهمه كان كده داخله بعض. عايش امي ما تمثليش حاجتي، مسكينه امي تدخل البيت تدخل البيت تلقاها داخله بعضها، تجي تنظمها، ريتها يتنظمها، انا كنشوف البيت منظمه يضربني الضوء، نحب بيتي داخله بعضها كيما خليها نلقاها ونعرف. والله ريتو تبدا الكل تبشر كل فوق بعض، والمكياج والسيكان والكل، وندخل يدي نهز الحاجه اللي انا حاجتي بها، كي تبدا منظمه ما نفهمهاش شكون كيفي بلاي، ولكن انا هك هو هكا نورمال العين سبع، يعني كده العين حلوه. بس هاخد اللون ده، بصوا ده تمام، وهحطه هنا، شايفين؟ ادفي بيه المنطقه، عارفه الكلمه دي جبتها منين، بس حاسه ان عارفين اللون الدافي كده كده.